السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده نموذج للذكاء الاصطناعي زي شات جي بي تي وزي جوجل بارد وزي كل النماذج اللغوية اللي احنا اتعاملنا معاها، لكن هو أسرع منهم كلهم، يعني السرعة بتاعته أكتر. طب تعالى نجرب. بص هسأله سؤال مثلا، وات اهو، انت من هنا تقدر تختار الموديل. تمام، انا اخترت الموديل دوت وهقول له هنا وات is the different between ChatGPT and BART. بص السرعة، واو. لما وانت رحت خدت نفس السؤال ده وسألته لأي حاجة منافسة هتلاقي الإجابة هتغطيها. جربته أكتر من مرة في حاجات كتيرة مختلفة، لكن هو فعلا بيتميز بالسرعة، السرعة وجودة المخرجات. يعني هو مش سريع وبيديك نتائج غلط، لا بيديك نتائج قريبه من شات جي بي تي وجوجل بارت. فهو بيتميز بسهوله الاستخدام، بالقوه، بالمرونه. هو مفتوح المصدر، فممكن حد يعدل فيه او يضيف ليه او يكتشف فيه مشكله ويحلها. مجاني، مش مطلوب اصلا ان انت تسجل. بيقدر يتكامل مع تطبيقات كتيره جدا، فانت عندك هنا اي بي اي اكسس، فلو انت مبرمج ممكن تربط البرنامج بتاعك بالموقع. تمام اهوت، وتقدر ان انت تربطه باللاما اللي هي بتاعت شركة ميتا. فاتمنى تجربوه وتقولوا لنا ايه رأيكم ان شاء الله.